وكل شيء أحصيناه كتابا. في هنا إبداع لغوي عظيم جدا، علماء اللغة بيسموه احتباك. إيه الاحتباك ده؟ هو أنت دلوقتي ركز كده معايا، وكل شيء أحصيناه كتابا، هو مش المفروض أحصيناه إحصاء ولا إيه؟ يعني ضربه ضربا وأكرمه إكراما، تمام، وأشبعه إشباعا. فأحصيناه كتابا إزاي؟ أحصيناه إحصاء وكتبناه كتابا. هي كده فعلا، ولكن إيه اللي حصل بقى؟ بص، هي أصلا الآية المعنى اللي عايز يوصل، وكل شيء أحصيناه إحصاء وكتبناه كتابا. ماشي كده؟ طيب، نكتفي بواحدة من الايه؟ من الاولانيين، لان واحدة منهم دلت عليه. يعني ايه؟ بدل ما نقول احصيناه احصاء، طب ما هي احصيناه الاولانية دلت على احصاء فنشيل دي. طيب والتانية كتبناه كتابا، طب ما هي كتابة دلت على كتبناه فنشيل دي، فتبقى ايه؟ احصيناه ايه؟ كتابة. اختصار عظيم جدا، وحاجة حلوة جدا، وحاجة إبداعية عظيمة، يعني من الحاجات اللغوية الرائعة بصراحة. وزي ما قلنا العلماء بيسموها الاحتباك. فيتبقى عندك أحصيناه كتابة، ولكن المعنى موجود، المعنى وصل خلاص، إن أحصيناه إحصاء وكتبناه إيه؟ كتابة.